استاذنك اخو سياده اللواء ياسين الطاهر محافظ الاسماعيليه. سياده اللواء ازي حضرتك؟ انا معايا الكاتب الصحفي عبد الجواد ابو كبر رئيس التحرير بوابه روز اليوسف في الاستوديو. بسلام مع حضرتك. اهلا يا معالي المحافظ، واحنا دايما بنشيد والله باداء حضرتك الطيب وهذا الاداء اللي مشرفنا كلنا والله. يا رب يخليك كده، ده مزوح حضرتك. الله يخليك. معالي المحافظ، كان في اجتماع الاسبوع اللي فات ده بين 5 وزراء وحضرتك كنت حاضره، عايزين نقول الاجتماع ده اسفر عن ايه، وقريه الامل هتكون ايه الايام اللي جايه، ده الخطوات اللي هيتم تنفيذها على ارض الواقع. فيما تبقى من اجراءات تنفيذيه المفروض تنتهي والوصول بقرض الامل الى شكلها النهائي اللي ان شاء الله اوشك ان نعلنه خلال الايام اللي جايه. كان هو عمليه تقييم للوضع الحالي، معرفه ما هو متبقي في اتجاه بعض الجهات التنفيذيه، ووضع اليه للانتهاء منه عشان ان شاء الله نتمنى خلال الايام القادمه تكون الامور كلها انتهت وتبقى القريه جاهزه لاعلان دخولها ما شاء الله خلال الفتره دي. اهم المحاور اللي انطرحت في الاجتماع الوزاري ده ايه؟ هو طبعا القريه دايما لما بنيجي نناقشها بيبقى بتتناقش على اكثر من محور بالتوازي. يعني الاول بنتكلم على القريه كقريه كيان سكني بكل ما تشمله من منازل وخدمات ومرافق. ومحور اخر خاص بالاراضي الزراعيه اللي هتتوزع او اراضي اللي ستزرع بوسط الساده المنتفعين. والمحور الثالث اخبار اليه التعامل مع منطقه الصوب الزراعيه وما وصلنا اليه واسلوب استغلالها والاستفاده منها. والمحور الاخير والرابع اللي هو مرحله الري وشبكاته والاجراءات الاضافيه اللي بتتخذ في تامين مساله امداد هذه الاماكن بمياه الري. فالاربع محاور دول لما بيتناقشوا بنحط ايدنا على كل محور فيهم احنا وصلنا فين فيه، وبالتالي كان ابرز ما قيل ان متبقي بعض الاجراءات الخاصه باحواض الري بتنتهي، في جزء خاص بموضوع الانتهاء من تقسيم احواض الارض الى احواض والاحواض الى اجزاء بتتكون من 5 امدنه عشان تتوزع على المنتفعين. الجزء الخاص بالصوب الزراعيه تقريبا اجراءاته القانونيه اتخذت وتم وضع الموقع الحروف فيها بالنسبه للهيئه التنميه والتعمير، وعلى اطلاق اشاره بدء الطرح والاستثناء. بالنسبه للقريه يمكن هي اكثر المحاور اللي نقدر نعلن ان هي خدت شكلها النهائي واكتملت سواء بالمنازل او بالخدمات. سيادة المحافظ قول لنا مشروع الصوب الزراعية بالذات، لأن مشروع الصوب الزراعية ده ممكن يحل مشاكل كتيرة جدا للشباب، يعني مشروع الصوب الزراعية ده ليه يعني واخد خطوة للخلف كده، وليه ما ظهرش بالشكل اللي احنا كنا الرئيس السيسي أول ما نجح في انتخابات الرئاسة قال أنا هعمل مشروع الصوب ده في أكتر من منطقة وفي مناطق كمان مش محتاجين التربة تكون جيدة فيها، لأن في دلوقتي أنواع من الأسمدة زي الفرموكلايت وغيره يتم الزراعة عليه. يعني ليه احنا شايفين مشروع الصوب كده واخد خطوه للخلف يعني؟ هو انا عايز اقول لي مش يعني مش عارف هي خط هو ما فيش خطوه للخلف في اي موضوع من موضوعات القريه، هو ممكن نقول ان هو مشروع الصوب الزراعيه لان هو موضوع محتاج اكتر من اجراء يتعمل لا يعني هو قصدي مشروع مكلف ومرهق يعني يا سياده المحافظ؟ لا هو مشروع طبعا اتكلف على الدوله مبلغ كبير، ولان العدد ضخم ده احنا عندنا 514 صوبه غير ال 68 بيت صوبه اللي هي تعتبر بيت الصوبه قد 7 او 6 7 صوب صغيره. فطبعا المبلغ المالي اللي اتصرف عليه كتير، لكن هي اجراءاته الفنيه تقريبا خدت شكلها النهائي. هو المتبقي اجراء قانوني، وهو ازاي وبعد ما خدنا قرار بان الصوب الزراعيه دي هتستغل باسلوب الاستثمار، لان ما ينفعش صوبه بهذا الاعداد وبهذا التجهيز وبهذه التكلفه نديها لحد من المنتفعين اللي ما عندوش خبره في التعامل مع النوع ده من الصوب، مش هيقدر يطلع منها المنتج المطلوب وهتبقى بالنسبه له تحدي كبير. فقررنا نخلي الصوب تمثل
اتجاه الاستثماري داخل هذه القريه. احنا حاليا بنوني هذا الموضوع قانونا الهيئه التنميه، وهينطرح قريب وهيجي لها بيوت خبره ومستثمرين يملكوا القدره على اداره هذا الملف، وان شاء الله هتبقى من ضمن الحاجات اللي عاليه قوي في المنطقه، وانتاجها هيبقى تحت اشراف، هيبقى تصدير كله، واحنا متوقعين غزاره ووفره في الانتاج من الصور ان شاء الله. طب ده شيء جميل جدا، يعني هناك برامج تدريبيه للشباب على كيفيه الزراعه في هذه الصوب يعني؟ طبعا في برامج وفي مراكز بحوث جاهزه للتعامل مع الموضوع ده. يمكن وزاره الزراعه عندها كمان فكره ان هي تشغل جزء من الصور ديت اعداد صغيره كده كتشغيل تجريبي وكصور استرشاديه في المنطقه قريبا. لا، في اتجاه للاستغلال الامثل لكل ما هو داخل هذه القريه، وبالمناسبه القريه متخطط لها كمان في خطوات مستقبليه في يعني متخطط تجميع حاصلات، ومتخطط منطقه حرفيه لبعض الصناعات والاصلاح، يعني طريقه ادائها واسلوب تعاملها مع المهام اللي هي بتكلف بيها، فالموضوع ماشي طبقا لما هو مخطط. وانا من متابعتي مع القائمون على الموضوع، فالمرحله الاولى من القريه اللي هي هتنتهي ان شاء الله 25 ابريل 2016، وفي بعض حاجات خلصت زي النادي الرياضي والاجتماعي بتاع الاسماعيليه الجديده، بدات بعض المحاور تتشد وتترصف، لا في مرافق بدات تخش، لا الاداء يسير على قدم وساق داخل مدينه الاسماعيليه الجديده. السفير الهندي كان في زياره لحضرتك، قول لنا ايه اهم الزياره دي؟ هو طبعا انا عايز بس اقول ان السفير الهندي كان جاي زياره لاكثر من محور، منهم محور الثقافي وتبادل الثقافات، وعايزين نستعيد العلاقه المميزه بين الشعبين المصري والهندي اللي طول عمرهم على مدار التاريخ علاقتهم لها خصوصيه. فاتفقنا ان شاء الله ان هيبقى في فعاليات على ارض الاسماعيليه لاستعاده هذه العلاقه، سواء بتكرار ايام هنديه على ارض الاسماعيليه، او استضافه بعض الفرق الفنون الشعبيه او خلافه. وده جزء مهم من الزياره. الجزء الثاني ان احنا عملنا اجتماع ليلي، وكان معانا الناس المسؤولين عن الاستثمار والتنميه عنده في السفاره، واحنا جبنا كل الناس المسؤولين عن الاستثمار عندنا، وتوافقنا ان في ضروره لتفعيل العلاقه الاقتصاديه بين البلدين، وخصوصا على ارض الاسماعيليه. وبس انا عايز اقول ان احنا بنشتغل بجديه مع الناس دي، لان هم من اكثر الناس اللي معروف عنهم اكثر رجال اعمال العالم جديه. هم لما بيروحوا في حته ويستثمروا فيها بيبقوا زي ما قيل عنهم ان هم مقاتلين، وزي الفاتحين الاوائل كده، بيصروا ان هم ينجحوا ويتحملوا اي ضغوط لغايه ما ينجحوا. واحنا محتاجين المستثمرين القادمون والتعاون الخارجي يحمل هذه الصفات في الفتره الجايه. فان شاء الله احنا اتوقع ان العلاقه مع الهند اقتصاديا واستثماريا الفتره الجايه هتبقى في اعلى مستوياتها، وخصوصا ان في قناعه بين قيادات البلدين على هذا التعاون. بعد لقاء سيادة الرئيس برئيس الوزراء الهندي مرتين في فترات متقاربة، وجهات النظر تقاربت جدا، وهم عندهم نية وعندهم أمل ومستبشرين خير في اتجاه اللي بيحصل في مصر إن شاء الله. دائما يا سيادة المحافظ كده لما يبقى في حركة للمحافظين بنلاقي تكهنات في بعض الصحف، وأسماء بتطرح وأسماء بالصحف بتشير إليها كده. سيادتك جهدك واضح، وأنت حضرتك من الأسماء اللي أشارت لها بعض الصحف في الباقية في مناصبها لجهدك. سيادة اللواء ياسين الطاهر، أنا بشكر حضرتك جدا على المداخلة.